والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات شاهد بايون سمر. الناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلوك كل فيديوهاتي. ولو عجبتكم افكار النهارده بقى ما تحرمنيش من لايك وكومنت. النهارده جايبه لكم افكار لادوات مطبخ، افكار اكيد كلنا هنستفيد منها، فيلا نشوف فيديو النهارده بس بايون سمر. وابتدى الفيديو معانا. انا بحب اتفرج على الحاجات دي قوي. ده قطعت بطيخ. اللي بيحب البطيخ يعمل لايك. انا تنفعني القطعه دي قوي، بكسل قوي اجيب بطيخ عشان ما اقطعوش، واحب الجبنه والبطيخ قوي. حلو. تاني حاجه دي قطعه خرشوف. بحب الخرشوف بس بحب اكله، كنت زمان اقعد اكله كده لغايه ما بقي يسود خالص، بس ما بحبش الخرشوف المحشي. اللي بيحب الخرشوف يعمل لايك. حلوه برضو قوي دي. التانية ايه ده بقى؟ قطع البيض. بس بتقطع البيض كذا شكل، يعني ده حلقات وهنا حتة صغيرة للسلاطة. في ناس بتحط البيض اللي في السلاطة. دي سنادة الغطا، غطا الحلة. حلوة برضو. حلوة فكرتها. حلوة. اللي عجبته الفكرة يعمل لايك واكتب لي في الكومنت. ودي بتقطع فاكهة. وبرضو خضار. حلوة بس فيه منها كتير يعني. ودي شكلها هراس التوم. فين ايام لما كنا بنقعد وندق؟ دلوقتي خلاص بقى. حلوه وسهله، ارحم من الدق. دي مبشره. برضو في منها. بتفصل البياض عن الصفار. سهلة. حلوة تنفعني دي قوي. عايزة كل واحدة بقى اللي تعجبها فكرة تقول انهي فكرة عجبتها في الكومنتات. سهلة. وديت ايه بقى؟ دي فاكهة. دي بتهرس الفاكهة. شفتها قبل كده، شفت حاجة زيها بتهرس الفاكهة، والفاكهة المهروسة دي بتتحط في الفريزر وتتاكل زي الايس كريم، ويبقى بقى ايه، ما فيهاش ولا مواد حافظة ولا اي حاجة. حلوة. حلوة قوي. ودي شكلها مبشر.
انا بحب ادوات المطبخ دي قوي، مع اني ماليش في المطبخ قوي، بس احب ادوات المطبخ. حلو. وايه دي بقى؟ دي قصافه الاستاكوزا والكابوريا. احنا الاسكندرانيه بقى بنموت في الكابوريا، نقعد نربع كده ايه ونديها. بس الكابوريا ممكن بنقطعها بايدينا وناكلها، لكن الاستاكوزا لازم قصافه. هي دي بقى بتاعت الاستاكوزا بتاعتها. انا جوعت. وايه دي كمان بقى؟ يا سلام يا سلام يا سلام، دي بتفصص البزلة. لا مش للدرجه دي، البزلة سهله. انا عايزه حاجه بقى ايه بتقمع الباميه، حاجه بتخرط الملوخيه. ما بحبش اعمل ملوخيه في الخلاط، في ناس بتخرطها في الخلاط، لكن انا عايزه حاجه سهله للملوخيه وحاجه للباميه، عشان بكسل بصراحه. لكن مش لدرجة البزلة يعني. وايه ده كمان؟ دي مكاييل. مش برضو مش مهم عندي قوي المكاييل. دي تعلقة بيه. بصوا دي حلوة قوي. ليه بتتحط؟ بصوا بتتلزق على الحيطة وعلى السيراميك وبتعلق عليها اي حاجة. حلوة قوي دي، تنفعني. ودي ده بيض. يا سلام بصوا الخلاص، يعني بتفتح البيضه. لا احنا كبرنا على الحاجات دي. لا مش للدرجه دي يعني، الحمد لله بعرف اكسر بيض. هو في احلى لما تمسكوا البيضه كده وتطقشوها كده وتفتحوها. وبتفصل. ايوه حطت بتاع اكيد. بتفصل البياض عن الصفار كمان. وادي افكار النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. انا اكتر حاجه عجبتني قطعت البطيخ، واللي قطعت الخرشوف، واللي عامله زي السمكه اللي بتفصل البياض عن الصفار، وفي مبشره عجبتني. انتوا برضو اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر افكار عجبتكم. ولو عجبتكم افكار النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت. والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في افكار جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.